الكلمة الآن لصاحب الغبطة باتريارك موسكو وسائر روسيا كيريل، فليتفضل مشكورا. فخامة الرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، فخامة رئيس اتحاد جزر قمر أزالي السوماني، أصحاب الفضيلة الممثلون العلو المستوى للبلدان الإفريقية، أود أن أرحب بكم من صميم قلبي وأشكركم على الدعوة الموجهة إلي لأتحدث في هذا اللقاء الواسع التمثيل الخاص بتطوير التعاون بين روسيا وأفريقيا. إن هذا المنتدى حدث مهم في الحياة الدولية، لها أبعاد سياسية اقتصادية وروحية وثقافية. بالرغم من التباعد الجغرافي، فإن شعوب بلداننا تربطها علاقات طيبة. سر هذه الصداقة بسيط للغاية. روسيا لم تنظر إلى القارة الإفريقية على أنها فضاء للحصول على الأرباح أو الاستعمار، ولم تتحدث روسيا مع شعوب إفريقيا بلغة الكبرياء والغطرسة. وانطلاقا من موقف القوة، بل كنا نبدي دائما التضامن والتعاضد في أثناء النضال من أجل الاستقلال وتقرير المصير في البلدان الإفريقية. روسيا سعت بفعالية لتأييد ودعم هذه الشعوب، ثم عملت معها على خلق الحياة السلمية وتطوير المشاريع العديدة في قطاع البنية التحتية. إن المشاعر الطيبة التي تربط بيننا اختبرها الزمن، وأساسها يتمثل في تشابه إدراك الأسس الرئيسية لحياة البشر، الوفاء للتقاليد والنظر إلى العائلة على أنها اتحاد بين الرجل والمرأة، الحب والاحترام للتاريخ. هذه المبادئ كلها مهمة جدا، لدرجة أننا مستعدون للدفاع عنها، والدفاع عنها يجري في ظروف غير بسيطة. فالعالم تغير بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة. لا أتحدث عن مجرد الخارطة السياسية والعمليات الاقتصادية والتقدم التقني، بل عن المناخ الأخلاقي الروحي البالغ الخطورة الذي يتم تشكيله بجهود البلدان الغربية. فإن تقديس الاستهلاك والحرية التي ينظر عليها على أنها إباحية في كل شيء، وتدمير مؤسسة الأسرة التقليدية، كل هذا ليس إلا قائمة غير كاملة لكل المآسي التي تغرسها منظومة القيم المزعومة الغربية. والحمد لله، فإن هذا الخطر لا تدركه روسيا بل وبلدان إفريقية. إني أعلم على أنه بالرغم من الضغوط الشديدة، فإن أكثرية الدول الإفريقية ترفض رفضا قاطعا تشريع زواج المثليين والقتل الرحيم وغير ذلك من الخفايا، وكل ذلك يأتي ليقرب مواقعنا، مما له دلالته أن دور إفريقيا في شؤون دولية يتزايد باستمرار. مثال ساطع على ذلك هو المبادرات الخاصة بصنع السلام للدول الإفريقية ومشاركتها في حل القضايا القارية والعالمية. إني على يقين بأن روسيا وإفريقيا بإمكانهما أن تعرض على العالم نمطا بناء للعلاقات النسيئة العادلة بين الشعوب. ولكن بعض الدول الغربية ما زالت تتأثر بماضيها الاستعماري، وهي تفكر
عقلية هذا الماضي. أتمنى أن تطوير العلاقات الطيبة بين روسيا والبلدان الإفريقية سوف يخدم تثبيت القيم التقليدية في العالم. هناك أداة إجرامية أخرى في السياسة المعاصرة وهي إثارة الفتنة الدينية، وهذه الظواهر نالت انتشارا قويا وخطيرا في القارة الإفريقية، وللأسف الشديد تتعرض للملاحقات أو يتعرض للملاحقات المسيحيون. فعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لحمايتهم. والخبرة المؤسفة للعقود الأخيرة تدل على أن الاستفزازات الدينية يتم تمويلها من قبل أولئك الذين يعملون وفقا لمبدأ فرق تسد. فمن الأهمية أن نحول دون تأجيج الفتن الدينية، وهذا الأمر في غاية الأهمية نظرا لطبيعة تشكيلة البلدان الإفريقية المتعددة لديها. إن التنوع الثقافي والقومي هي ثروة لأي بلد، ولابد من صونها والحفاظ عليها. يقطن في بلادنا أكثر من 100 قومية، ويتعايش فيها ممثلو المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليك والبروتستانت والمسلمين واليهود والبوذيين. إننا لا نعيش جنبا على جنب على مدى قرون فحسب، بل И в качестве инструментов мы создали соответствующие организации, в рамках которых мы не только советуемся друг с другом, но и вырабатываем некую программу общих действий. Что касается Русской Православной Церкви, то она, осознавая особую ответственность... Фамуахран, Алькониса, Руси, Ортодоксия, в том числе и откликаясь на... Истичабатан, لطلبات الأفارقة ومن أجل الرعاية الروحية لمواطنيها، وكذلك انطلاقا من حاجات نشاطنا في إفريقيا قامت بإنشاء أكسرخية البطريركية في القارة الإفريقية. إلى جانب ذلك، فإن تواجد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في إفريقيا ليس بظاهرة جديدة لسابقة لها، فهذا الأمر بدأ ينتشر في القرنين 19 و20. ففي الحبشة في عامي 1889-1896 تم بناء كنائس روسية بعد الثورة الروسية، وبعد هجرة اللاجئين من بلادنا افتتح عدد من ممثليات كنائسنا في إفريقيا، في تونس وفي الجزائر وفي المغرب في العشرينيات من القرن الماضي. في 98 من القرن الماضي كنت أحضر تقديس أول كنيسة روسية في جنوب إفريقيا. كرئيس لقسم العلاقات الكنسية الخارجية ومن ثم كبطريرك موسكو وسائر روسيا، زرت 18 بلدا في القارة الإفريقية بكافة جوانبها. وأعتبر أهمية لقائي مع السيد نيلسون مانديلا في بيته في سويتو حينما تم إطلاق سراحه لقاء مهما جدا، بأنني كنت أجنبي استقبله السيد مانديلا، وهو طلب مني أن أنقل لسلطات الاتحاد السوفيتي جزيل شكره على المساعدة في الدعم والتزويد بكل ما هو يلزم للنضال ضد نظام الأبرتهايد.
وأصبح مانديلا في عام 94 من القرن الماضي رئيس جنوب إفريقيا. وأنا ما زلت أحتفظ في ذاكرتي بانطباعات جيدة عنه. للأسف الشديد في عام 2019 رئيس الكنيسة اليونانية الإسكندرية البطريرك فيودور وبضغوط خارجية قرر الاعتراف بمؤسسة انشقاقية في أوكرانيا. وهذه الأوضاع المؤسفة دفعت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى إنشاء إكزارخية إفريقية بطريركية في ديسمبر 21 لكي يتمكن البطريرك اليوناني أن يمثل كل المسيحيين الأرثوذكس، لكنه تأثر بضغوط شديدة وعمل على إنشاء بؤرة للانشقاق، وكان علينا أن نرد على مثل هذا العمل، وبالتالي قررنا تنظيم حياة الكنائس وعمل الكنائس الأرثوذكسية في إفريقيا. فهناك أناس سكان محليون يعتنقون الدين المسيحي الأرثوذكسي. خلال سنة ونصف افتتح الأكزارخية الإفريقية التابعة للبطريركية أكثر من 200 كنيسة في 23 بلدا إفريقيا، بما في ذلك مشاريع مختلفة خاصة بترجمة عدد من الكتب إلى اللغات المحلية. وللكثير من المهم أننا الكنيسة التي تهتم بالخلافة الرسولية والأسرار المقدسة في المذهب ونعتنق ونحترم القوانين الكنيسة ونرفض إرضاء النزوعات الحديثة، فلذلك نحن مستعدون لتحسين جودة حياة الناس وتطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا. في الأماكن التي تظهر فيها الكنائس الروسية الأرثوذكسية هناك تظهر المدارس الجديدة وأبار المياه، محطات الكهرباء، مستشفيات ومراكز الثقافة. نحن مستعدون للتعاون مع المؤسسات الدينية الأفريقية الأخرى كمان. وطبعا فإن برشياتنا تحصل على تسجيل مراعاة للقوانين المحلية، وأنا أريد أن أتقدم بالشكر لجميع قادة هذه البلدان، فإن البطريركية في موسكو مستعدة والمنفتحة على جميع المبادرات من شأنها دعم ذوي المحتاجين والذين يعانون. فنحن نتضرع إلى الله، نسأل ربنا بالرفاهية والبركة لكم يا زعماء وقادة البلدان وشعوب بلدانكم التطور وتقدم والحكمة والصبر والتقوى للجميع ولقادة البلدان. وأنا آمل بأن منتدانا اليوم سيخدم في مصلحة تعزيز تعاوننا وتحسين معيشة شعوبنا في كافة مجالات الحياة الاجتماعية. شكرا لكم على انتباهكم.